السائل عبد الله القحطاني يقول: ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية أن الناس في الإيمان ثلاثة أصناف: مؤمن مصدق وهو الناجي، وجاحد مكذب، وشاك متردد. فهل هذا التردد هو ما قد يجده الإنسان في نفسه أم ماذا؟ وهل من شرح لهذا التقسيم؟ جزاكم الله خيرا. الشك كفر والعياذ بالله، الشك في القلب، العقيدة والإيمان هذا كفر. أعوذ بالله. إنما الذي لا يضر هو الوسواس، إذا كان عند الإنسان وسواس، هو مؤمن مصدق ولكن يعرض له الوسواس. لعل هذا ما أشكل على السؤال. ولم يتكلم به، هذا لا يضره إن شاء الله، أما إذا كان شاكا في قلبه ومترددا فهذا كافر. نعم. تصنيف الإمام الطحاوي رحمه الله إلى أن هذا طيب، لا شك أن الناس لا يخرجون عن هذه الأقسام، إما مؤمن مصدق صحيح الإيمان، وإما كافر جاحد والعياذ بالله، وإما متردد شك وشاك متردد. الشك هو التردد بين أمرين لا يترجح أحدهما، هذا هو الشك، فهذا مثل الأول كافر والعياذ بالله.